مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نور سات وتلفزيون تيلي لومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. قداس احتفالي في القدس بمناسبة عيد سيدة فلسطين. اكتشاف كنيسة بيزنطية تعود إلى القرن السادس غرب مدينة القدس. إيطاليا تحيي يوم الحوار المسيحي الإسلامي في ضوء وثيقة الأخوة الإنسانية. أهلا بكم. كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من الشرق الأوسط، وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في إطار تعليمي حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل، توقف البابا اليوم عند الأحداث التي عاشها بولس في مقدونيا وفيلبي، موضحاً أهمية دور الروح القدس في رسالة الكنيسة. فالروح القدس هو الذي دعا بولس في رؤية للذهاب إلى مقدونيا. ذهب بولس وبشر وعمد الذين قبلوا الإيمان بالرب يسوع، مواجهاً أيضاً هو وسيلة قساوة السجن. وفيما كانا يرفعان الصلوات في السجن، تدخل الروح القدس مجدداً فأحدث زلزالاً شديداً، فتح أبواب السجن وفك قيود السجناء، وتحول هذا الحدث إلى مصدر خلاص للسجان الذي كان على وشك الانتحار ظناً منه أن السجناء قد فروا. فبعد أن قادهما إلى بيته وغسل جراحهما، قبل البشارة واعتمد مع جميع أهل بيته. وفي نهاية كلمته دعانا قداسة البابا لأن نطلب من الروح القدس أن يمنحنا إيماناً قوياً وقادراً على تحطيم السلاسل التي تقيدنا أو تقيد قريبنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. A voi un cordiale benvenuto ai pellegrini in lingua araba, in particolare al gruppo della scuola delle suore di Nazareth di Haifa, in Terra Santa, e a tutti provenienti dal Medio Oriente. E lo Spirito Santo che anima la Chiesa e la guida nella sua missione. Abbiamo anche noi ricevuto questo Spirito Santo nel battesimo e nella cresima. Se gli apriamo i cuori e le permettiamo di guidarci, ci condurrà alla salvezza delle nostre anime e ci darà la forza per annunciare il Vangelo per la salvezza di tutte le anime. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno. Urahibu bil hadirin an-natiqin bil lughat al-arabiyya wa khasatan bil qadimin min al-aradi al-muqaddasa. وتحديداً من مدرسة راهبات الناصرة في حيفا ومن الشرق الأوسط، إن الروح القدس هو من يحيي الكنيسة ويرشدها في رسالتها، وقد نلناه نحن أيضاً في سري المعمودية والتثبيت. إن فتحنا قلبه لنا وأصغينا لإرشاده،
فسوف يقودنا إلى خلاص نفوسنا ويمنحنا القوة لإعلان البشارة من أجل خلاص النفوس أجمعين. ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من الشرير. رعى معالي العين حسين المجالي حفل إشهاري أول فيلم وثائقي متلفز يحكي قصة التواجد المسيحي في محافظة المفرق، والذي كان بعنوان مسيحيو المفرق، بحضور ممثلين عن المؤسسات المدنية والكنسية والمجتمعات المحلية وجمع غفير من المواطنين. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. بحضور جماهيري لافت شهدت مدينة المفرق إطلاق أول فيلم وثائقي متلفز بعنوان مسيحيو المفرق، والذي يحكي قصة التواجد المسيحي في المحافظة، حيث شهد حفل الإشهار الذي رعاه معالي العين حسين المجالي ممثلون عن المؤسسات المدنية والكنسية والمجتمع المحلي وجمع كبير من المواطنين. وبعد أن كانت الصلوات والمعمودية تؤدى في البيوت، ظهرت الحاجة لبناء كنائس للطوائف المسيحية المختلفة وضرورة توفير رعاية الكنسية لهم، حيث زادت عدد الأسر المسيحية في العام 1947 في المفرق عن 220 أسرة مسيحية، وبلغ عدد أفرادها 1265 فرداً، وشكلوا ما نسبته 17% من سكان البلدة موزعين على الطوائف المسيحية الأربع التي كان لها وجود في البلدة. ويسرد الفيلم الذي تم تنفيذه بدعم لوجستي كالتصوير والمونتاج والإخراج من مكتب نورسات الأردن، ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل وإعداد الصحفي فيصل بصبوص، قصة التواجد المسيحي في الأردن كأقدم المجتمعات المسيحية في العالم، حيث أكدت الدكتورة السمعان حرص نورسات وبوحي من رسالتها الإيمانية على دعم كل جهد يعزز الوجود المسيحي المرتبط بتاريخ الأردن، ويجسد أيضا حالة الوئام والعيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد. حضور نورسات بهيك مواقف وبهيك نشاطات طبعا مش غريب، لأنه نورسات رسالتها ودعم الحضور والوجود المسيحي، وأيضا لإثراء الحضور المسيحي بتاريخ المسيحي، تاريخ المنطقة العربية في الشرق، والتاريخ المسيحي الموجود كمان في مناطق أردنية مثل مدينة المفرق اللي إحنا هلا متواجدين فيها. فهذا الفيلم كان يجسد مبدأ العيش المشترك اللي كان بين المسلمين والمسيحيين في الزمان الماضي لحد الآن ولا يزال، والأردن هو نموذج في هذا العيش المشترك، التعامل الودي الإنساني مع بعض بالمحبة والسلام والتلاقي، تلاقي مع الآخر، وهي رسالة نورسات، رسالة المحبة والسلام والتلاقي. نحن دائما موجودين بهيك نشاطات، ونورسات رسالتها وين ما كان تنشر هاي المعرفة وهذا التاريخ وهذا الحضور. فنتمنى للجميع، وأيضا هذا من هذا المنبر أنا بوجه رسالة كمان لكل إعلاميين صحفيين اللي حابب إنه يعمل مادة وثائقية عن الوجود المسيحي في الأردن، إنه نحن حاضرين كمان في دعم التصوير والمونتاج من مكتب نورسات. وشكراً لكم شباب نورسات، الله يعطيكم العافية. أنا فخور أني أقدم هذا الفيلم، وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الفيلم، خاصة أهلي في محافظة المفرق بمختلف طوائفهم مسيحيين ومسلمين، لإنجاح هذا الفيلم، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي كان من مكتب نورسات وبلدية المفرق وكل من ساهم في إنجاح هذا الفيلم. هذا الفيلم هو عبارة عن أول وثيقة تاريخية تتحدث عن الوجود المسيحي في المفرق، تناولنا فيه بداية نشوء المدينة منذ نواة نشوء المدينة، بالتالي توافد المسيحيين على هذه المنطقة من مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية ومن الدول المجاورة، وجاءوا إلى المفرق تحديدا لعدة عوامل. أولا للتجارة،
حيث كان هناك سكة الحديد المعروفة بالقطار المحطة، كان يأتون المسيحيين إلى هنا إلى هذه المنطقة بحكم التجارة، ومن ثم توسع التواجد عندما أنشئت طريق بغداد فساهموا في إنشاء هذه الطريق، ومن ثم زاد هذا التواجد بوجود خط الآي بي سي، خط البترول الذي يربط كركوك بحيفا للتجارة، فهم كذلك ساهموا في إنجاز هذا الخط. ومن ثم نتيجة التعايش والعيش المشترك في هذه المحافظة الذي كان يتسم دائما بالمحبة والمودة زاد التواجد المسيحي، فالآن نجد أنهم يعيشون في كعائلة أردنية واحدة، لا فرق أبدا بين مسيحي ومسلم، لا يعني لا يوجد تفرقة أبدا، وكذلك حتى أن هذا التواجد يعني ضربت فيه أمثلة على سبيل المثال الخوري اللاتين في ذلك الوقت عندما كان بحاجة إلى الدم ومرض، فأول المتبرعين له كان إمام المسجد المفرق الكبير، بالإضافة عندما كان تخرب وتتلف سماعات المسجد كان الذي يقوم بإصلاحها الخوري الذي عنده مهارة عالية بتصليح الأجهزة الكهربائية. فنحن أسرة واحدة الحمد لله، يسعدني أن أقدم هذا النموذج الأردني إلى العالم كامل ليرى العالم كيف يعيش الأردنيون في محبة وسلام ووئام. وعلى هامش حفل الإشهار انعقدت جلسة حوارية تناولت العيش الإسلامي المسيحي في الأردن تحت عنوان الأردن نموذجا، شارك بها معالي العين حسين المجالي وقدس الأب نبيل حداد الرئيس التنفيذي لمركز التعايش الإسلامي المسيحي وسعادة النائب السابق جميل النمري ومدير آثار المفرق الدكتور إسماعيل بني ملحم، حيث تحدث المشاركون في الجلسة عن تميز الأردن عبر العالم بالوئام والعيش المشترك بين جميع أبنائه مسلمين ومسيحيين، مشيدين بنفس الوقت بدور نورسات ورسالتها المسكونية في تغطية الفعاليات التي تخدم الوطن وأبنائه. هذا جهد مبارك خير، هكذا تتجسد إرادة هذه المؤسسة الإعلامية الطيبة، مؤسسة النور نورسات، وهي تسجل مبادرة من خلف الهدوء لتصور حالة أردنية هنا في المفرق. النورسات تقدم اليوم صورتها وهي تحب هذا الوطن وتراب هذا الوطن من خلال تبنيها لإنتاج ومنتجت هذا الفيلم الرائع مسيحيو المفرق. نأتي إلى هنا من عمان، نأتي إلى المفرق إلى عروس البادية، عروس الصحراء، حيث سجل مسيحيو هذا الوطن في المفرق كما بقية المسيحيين سجلوا حالة نفتخر نحن جميعا بها، فجاء هذا الرد على هذا الخير والخير في هذا الوطن عندما نتحدث عن الوئام بين الأديان. المسيحيون أثبتوا أنهم شهود للسيد المسيح، شهود للحب وللخير وللوئام مع جيرانهم وإخوتهم المسلمين. أنا فخور بأنني ساهمت اليوم في هذه الاحتفالية التي تمت بدعم من نورسات ومع بالمشاركة مع بلدية المفرق في قاعة المفرق، وهذا الإعلامي فيصل بصبوص الذي لم يجد أقرب إلى قلبه من هذه المؤسسة المسيحية أعني نورسات لكي يقدم لنا سيرة رسمت كلوحة تصلح لأن تقدم شهادة للآخرين، تعالوا إلى المفرق وانظروا كما أن عمان هي حاضرة الوئام والتعايش، هذا المفرق الذي أنتجه أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين نراهم هنا يتحلقون حول قيمة رائعة هي حب الله وحب الجار، صور الكنائس برسالتها ورسالاتها ومؤسساتها كهنتها ومؤمنيها
في هذه المدينة العزيزة تجعلنا نفخر بإيماننا بوطننا. هؤلاء المسيحيون شرفاء من شرفاء هذا الوطن، وهم حملة الشهادة، حب الله وحب جيرانهم. شكرا لنور سات التي قدمت، وشكرا لفيصل بصبوص، وشكرا لأهلنا في المفرق، مسلمين ومسيحيين، وأنتم جميعا تقدمون مسيحيو المفرق لنا. وانتهى حفل الإشهار الذي حضره نواب وأعيان ورئيس البلدية ورئيس مجلس المحافظة وجمع غفير من أبناء المجتمع المحلي بتسليم راعي الحفل الدروع التكريمية للداعمين لإنجاز هذا الفيلم. تلا ذلك تقديم معزوفات وطنية صدحت بها فرقة مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة الروم الأرثوذكس في المفرق، نالت رضا وإعجاب الحاضرين. جرت في كنيسة مرتاتيس للأرمن الأرثوذكس في عمان مراسم تكريس ومباركة الصلبان الحجرية والأيقونات الجديدة، وترأس هذه المراسم النائب البطريركي للأرمن الأرثوذكس في مدينة القدس نيافة المطران سيفان غربيان، وقدس الأب أفيديس أبريجيان راعي الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في الأردن، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة في جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، وممثلين عن الكنائس الأردنية والمؤسسات الرسمية والخاصة والجمعيات والنوادي الأرمنية في المملكة، بالإضافة إلى جمع كبير من المؤمنين. وبعد مراسم التكريس أقيمت في ساحة الكنيسة فعاليات فنية وثقافية، حيث شكر نيافة المطران غربيان جميع الحضور، معبراً عن امتنانه لما حظي ويحظى به الأرمن الأردنيون من رعاية ملكية سامية منذ قدموا إلى الأردن، وطن التسامح والعدل والمساواة. كما رفع صلواته داعياً بأن يحفظ الله هذا البلد أرضاً وقيادة وشعباً. اليوم المناسبة هي تكريس وتقديس الأيقونات الجديدة والصلبان الحجرية التي استقدمت من أرمينيا. يترأس القداس الخاص بالتكريس نيافة المطران سيفان غريبيان الذي قدم من القدس نائبا عن بطريرك الأرمن الأرثوذكس، وتحظى كنيستنا أيضا اليوم بزيارة من مسؤولين كبار من جمهورية أرمينيا ليحضروا قدموا إلى الأردن خصيصا ليحضروا هذا القداس. وسيتم اليوم أيضا ترسيم أحد الشمامسة، وطبعا سيقوم بالترسيم نيافة المطران سيفان غريبيان. ترأس المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا القداس الاحتفالي بمناسبة عيد سيدة فلسطين مريم العذراء، وذلك في ساحة الدير المكرس لاسمها الطاهر في منطقة رافات غرب مدينة القدس. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوي. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يسوع. توجه أبناء أبرشية القدس من كل المناطق والمدن في الأراضي المقدسة إلى دير رفات غرب مدينة القدس محتفلين بعيد مريم العذراء سيدة فلسطين سلطانة السماء والأرض بحضور الآلاف من المؤمنين، على الرغم من صعوبة الوصول إلى هذا المزار المقدس بسبب الإجراءات الإسرائيلية المعقدة، حيث أقيم قداس احتفالي في ساحة الدير ترأسه رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا المدبر الرسولي لأبرشية القدس، والمطران مارقوتسو النائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين، والمطران كمال بطحيش، والأب حنا كلداني، والأب لويس حزبون، والأب إبراهيم الشوملي، والأب الدكتور يعقوب رفيدي، وبحضور عدد كبير من الكهنة وشمامسة المعهد الإكليريكي والرهبان والراهبات وفرسان جمعية القبر المقدس القادمين من بلجيكا وكندا. Thank you.
وفي عظة القداس عبر المدبر الرسولي عن فرحته بهذا التجمع الكبير من المؤمنين الذين أتوا من كل أنحاء الأراضي الفلسطينية للاحتفال بعيد سيدة السلام، حيث جمعتهم الأم البتول بحبها وعطفها. عيد مريم العذراء سيدة فلسطين تذكرنا أن لنا أما في هذه الأرض ولنا أم سماوية، ورغم كل صعوبات الحياة، صعوبات الوضع الاقتصادي السياسي الاجتماعي، نحن في هذه البلاد المقدسة نحن صامدون، نحن نتابع التقوى المريمية القديمة منذ القرون الأولى، نحن على خطى الرسل، ورسالة اليوم للجميع هي رسالة أمل، رسالة محبة، رسالة تعلق بالأرض المقدسة، بأرض السيد المسيح، بأرض مريم العذراء. ونحن اليوم نحن أبناء هذه الأرض، نحن الحجارة الحية، ونضع كل كنيسة الأرض المقدسة في الأردن، في إسرائيل، في فلسطين، نضعها تحت حماية أمنا مريم العذراء. وكل عام وأنتم بخير. تخلل القداس دورة تقليدية جاب بها الحضور أنحاء الدير، حاملين تمثالاً لأمنا مريم العذراء سيدة فلسطين، وسط تراتيل لفرقة الرعاة وطلبة المعهد الإكليريكي. وفي نهاية القداس تم إعطاء البركة للجميع على وقع تراتيل لأمنا مريم العذراء سيدة فلسطين. احنا كل سنة بنشارك بهاي المناسبة الغالية علينا، عيد سيدة فلسطين، سيدتنا والدة الإله. كل سنة بنشارك ومنحب نعيد على جميع شعبنا وخاصة المجتمع المسيحي في فلسطين والأردن، ومنحب نشكر نور سات اللي غطت هاي الفعالية وهذا الاحتفال المهم. جينا اليوم مع مجموعة من مجموعة الكشاف لنشارك باحتفال عذرة فلسطين عليها السلام، تنصلي كلنا مع الجماعة تتحمي بلادنا وتحمي وطننا وترفع عنا كل الشدائد والصعوبات. وهذا حج كل سنة يعني متعودين نجي نزوره، فمنتأمل أنه الله يعطينا الصحة والعمر وهدات البال ونشارك بالحج هذا كل عام، ومنصلي لها الوطن ربنا يرحمنا برحمته، وكل عام والجميع بألف خير. بعيد شفيعة فلسطين أمنا مريم العذراء بننهي معاكم قداسنا لليوم. للنورسات مارلين الحدوة من دير رفات القدس. بدعوة من جوقة ينبوع المحبة في الأردن، قدمت جوقة أليجري الفرنسية أمسيات تراتيل وموسيقى كنسية بمختلف اللغات، وذلك في كنيسة العذراء الناصرية بالصوفية بعمان بعنوان السلام عليك يا مريم. شهد الأمسية سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن والأب أنطوني هرمات راعي الكنيسة وجمع كبير من المدعوين. وصرح مسؤول جوقة ينبوع المحبة طعم جبارة أن حضور الجوقة الفرنسية إلى المملكة يأتي ضمن برنامج التبادل الثقافي بين الأردن وفرنسا، حيث تأتي هذه الزيارة رداً على زيارة الجوقة الأردنية إلى فرنسا عام 2013. وقد قامت الجوقة الفرنسية خلال تواجدها في الأردن بتقديم أمسيات في كنيسة اللاتين سيدة الجبل بعنجرة وكنيسة الرسل في الزرقاء الشمالي. اليوم كان معنا جوقة فرنسية اسمها أليجري أي السعادة عن مؤلف قديم إيطالي ماخدين هالاسم. هي جوقة اجت بدعوة من جوقة ينبوع المحبة، جوقة محترفة جدا، قدمت اليوم نحكي حفل عن آفي ماريا السلام عليك يا مريم بمختلف اللغات ومختلف المؤلفين.
رح يكون في إن شاء الله تبادل ثقافي وموسيقي ما بين جوقة ينبوع المحبة والجوقة الفرنسية. سبق الجوقة سافرت على فرنسا قدمت ب 2013 عدة أمسيات، والآن إن شاء الله رح نرجع نقدم أمسيات مختلفة. الأصحابنا اليوم اللي إجوا من فرنسا حبوا يقدمونا هالشي بدعوة منا وبمجانية، يعني نحن حابين كمان نشكرهم لأنه هو تحملوا هالسفر وهالكلف بس عشان يكونوا معنا مع المسيحيين في الأردن. شكرا كثير، نصلي لهم وشكرا لكم لنورسات، وإن شاء الله بأخبار الجديدة دائما نكون مع بعض. بدعوة من الرهبنة الفرنسيسكانية وبمناسبة مرور 800 عام على حج القديس فرانسيس الأسيزي إلى الأراضي المقدسة، أقيم في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم مهرجان تيرا سانتا للأورغن في الأراضي المقدسة. حضره عدد من الكهنة الفرنسيسكان والراهبات وجمع كبير من المؤمنين، حيث اشتمل المهرجان الذي يستمر 3 أسابيع على عرض فيلم قصير عن حياة القديس فرانسيس ومسيرته الإيمانية المباركة لأجل عمل الخير. اليوم انبسطت جدا بالفيلم، هو فيلم تصوير مع الموسيقى كان جميل جدا، فحكى الأحداث بشكل جديد بالنسبة لي، أنا جديد خالص، إنه حياة فرانسيس القديس فرانسيس إزاي التغيير وإزاي كمان اللي حصل معاه كله كان صامت، فيلم صامت ولكن كان بيحوي بالأحداث، وخلى من أول الفيلم لمدة ساعة حتى اللي مش عارف قصة فرانسيس القديس فرانسيس مع الأحداث والفيلم بالطريقة الجديدة يقدر يدخل في الأحداث ويتأثر كمان بها. فده كمان يعني ده بسطني جدا، وما كنتش منتظرة الجمال ده والشكل ده اللي اتعمل بيه الفيلم. أحيت إيطاليا يوم الحوار المسيحي الإسلامي، وذلك في ضوء وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرانسيس مع الإمام أحمد الطيب في أبوظبي مطلع هذا العام، حيث أكدت هذه الوثيقة أن الإيمان بالله يحمل المؤمن أن يساعد الآخر ويحبه. ويشار كذلك أن اجتماعاً عقد في حزيران يونيو هذا العام في المسجد الكبير بروما، شارك فيه أمين عام مجلس أساقفة إيطاليا المطران روسو وممثلون عن مختلف الكنائس والأديان، حيث ناقش المشاركون في الاجتماع وثيقة الأخوة الإنسانية المعروفة بوثيقة أبوظبي، نظراً لما تكتسبه هذه الوثيقة من أهمية بالغة في حياة الإنسانية جمعاء. كشفت التنقيبات الأثرية في الأراضي المقدسة عن اكتشاف كنيسة بيزنطية في ضواحي القدس تعود إلى القرن السادس الميلادي، مع أرضية من الفسيفساء تعكس موضوعات من الطبيعة وسرداب نادر ومجموعة كبيرة من المصابيح. كما تمت إضافة كنيسة صغيرة في المكان خلال عهد الإمبراطور قسطنطين الثاني الذي قدم دعماً مالياً قوياً لاستكمال الكنيسة الصغيرة. ويتبع الكنيسة المكتشفة غرفة للدفن تحت الأرض مع سلالم منفصلة للوصول إليها والخروج منها، ما يجعلها إحدى الكنائس الهامة في العهود السابقة، حيث أكدت تلك الاكتشافات أن الكنيسة كانت مكرسة لشهيد لم يتمكن الباحثون في الحفريات من الكشف عن هويته، لكن النقوش الموجودة تشير إلى أن هذا الشهيد كان مهماً في زمانه. استجابة إلى الدعوة التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي تحت شعار من أجلك يا لبنان، رفعت رعية مارشربل المارونية في عمان صلاتها من أجل السلام في لبنان والعالم. وكان غبطته قد دعا إلى قرع أجراس الكنائس في كل المناطق اللبنانية وإنارة البيوت والشرفات والطرقات بالشموع من أجل سلام الوطن وتحقيق مطالب شعبه المحقة للعيش بكرامة. للسنة الخامسة على التوالي وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات في الأردن بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية، يقام أيام 6 و7 و8 من شهر كانون أول ديسمبر القادم بازار الرحمة الخامس، وذلك في جمعية آل النبر التعاونية بعمان بمشاركة فعاليات كشفية شبابية من مختلف الرعايا. وقالت مديرة مكتب نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان إن البازار سيشهد هذا العام مجموعة من الفعاليات والأنشطة الجديدة والتي ستستقطب عدداً كبيراً من أفراد الأسر في الأردن، حيث أن البازار يأتي ضمن خدمة نورسات الأردن المسكونية ومسؤوليتها الإنسانية. بازار الرحمة، وهذا البازار الخامس اللي عم بتنظمه نورسات للاحتفال بالأعياد المجيدة عيد الميلاد،
فبتبلش من شهر 11 تحضر البازار والمشتركين في هذا البازار. فكرة بازار الرحمة وليش نور سات بتقوم فيها؟ هلا نور سات هي عندها رسالة إعلامية، رسالة إنسانية، ورسالة مجتمعية، وزائد في رسالة أخرى دائما تسعى نور سات إنها تحققها، اللي هي الوحدة الكنسية. فالوحدة الكنسية كيف بدنا نحققها في بازار الرحمة؟ هلا بازار الرحمة بيضم معظم كنائس المملكة، وأنا دائما بتمنى إنه كل الكنائس الموجودة في المملكة، العائلات الكنسية يعني عم نحكي، إنها تشارك في بازار الرحمة، لو في زاوية أو طاولة تاخدها تبيع فيها منتجاتها، ممكن بهاي الريع يروح للكنيسة اللي حاطة طاولتها. وزائد إنه اللي بيزور البازار واللي ما عنده وقت خلال فترة الأعياد الميلادية يزور البازارات بكل الكنائس وتروح عليه، وحابب إنه يشارك ويحتفل بالميلاد وفي الأجواء الميلادية ويجيب عائلته ويجيب أولاده وينبسطوا في هاي الأجواء الميلادية، بازار الموحد بيقدر إنه يحقق هاي الرسالة وهاي الرغبة إنه يزور بازار الرحمة اللي هلأ الشباب بيعلنوا موقعه ومتى وتاريخه، إنه يقدر يشارك كل الكنائس، يقدر إذا بحب يشتري ويتبرع ويخدم ويدعم كل الكنائس في بازار الرحمة، لأنه رح يكون إن شاء الله كلهم موجودين تحت مظلة بازار الرحمة. وإن شاء الله يا ربي هاي الأعياد الميلادية المجيدة تجلب الخير والسعادة لكل العائلات. وأهم إشي خاصة في هذا الزمن اللي إحنا عم نعيشه، الزمن المخربط أنا بسميه، المعيش الفوضى السياسية لكن أنا بتأمل إنه هذا العام مع طفل الميلاد، طفل ميلاد 2019، إنه يحقق السلام والأمن لكل البلاد. وإن شاء الله يا ربي كل عام أنتم بخير وينعاد على الجميع بالصحة والسلامة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. قداس احتفالي في القدس بمناسبة عيد سيدتي فلسطين. رعاية مار شرب للمارونية بعمان ترفع الصلاة من أجل السلام في لبنان. إيطاليا تحيي يوم الحوار المسيحي الإسلامي في ضوء وثيقة الأخوة الإنسانية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابع موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.